المزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب. رائد صباح الخير. صباح النور. بالدولار على خلفية أنه البنك المركزي بدأ بيعطي إشارات للسوق أنه السياسة المالية سوف تتغير. تتغير إلى تشددية تماما، يعني هذا أمر إلى حد ما أعتقد حتى ردة الفعل لا تزال محدودة بعض الشيء على مثل هذا التقليص بعد التوجهات الكبيرة لإبقاء على سياسة السيرية من قبل البنك المركزي الياباني العام الماضي، كان دون أي تغيير في السياسة النقدية. الآن يبدأ العام مع تقليص في برنامج مشتريات، يعني خلينا نقول أنه هو يتجه إلى تقليص السياسة التيسيرية، وهذا من شأنه أن يؤثر على الين بشكل أكبر، لربما ارتفاعات الين اللي نحن عم نشهدها ستكون هي البداية فقط، وممكن أن نشهد مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، لأنه يعني كان معنا غير بس الاقتصاد الياباني حتى يتجه إلى تشديد أو يصدر بعض الإشارات نحو تشديد السياسة النقدية، وبالتالي يعني الحزمة الكبيرة التي كان قد وعد بها شينزو آبي في انتخاباته الأخيرة والتي نجح فيها كانت تشير إلى أنه سوف يعتمد سياسة السيرية وسوف يستمر بها بشكل أكبر. الآن يعني بدأ التقليص، وهذا يعتبر يعني إلى حد ما يثير شكوك المستثمرين إجمالا، وهذا ما سبب ارتفاعات الين الياباني اللي عم نشوفها حاليا والذي قد يستمر إلى يعني هذا الأسبوع تقريبا. هل في أي جديد بتصريح عضو الفد لأتلانتا أنه بيتوقع أن الفد يكمل مسيرته لرفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أبطأ العام القادم؟ هل هذا حيغير من الضعف اللي بنشوفه بالدولار إندكس؟ دولار إندكس متراجع ب 9% على 2017 ولا نرى هالزخم عليه بال 2018. تماما نحن هذا الأمر الرئيسي حقيقة، أنه داخل الفيدرال الأمريكي يوجد لا يزال يوجد هذا الانقسام أو هذا التخوف إلى حد ما من تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر ورفع أسعار الفائدة للمستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية وصولا إلى 5.25%. فإذا كانت البروجيكشنز تبع الفيدرال الأمريكي عند إمكانية الرفع 3 مرات هذا العام، فالأسواق تسعر 2 هذا العام حقيقة بنتيجة ضعف مستويات التضخم، اللي مثلا على سبيل المثال عم نستنى بيانات التضخم هذا الأسبوع للوقوف بصورة أفضل على الاقتصاد الأمريكي، لكن يعني ضعف وتيرة نمو التضخم يعتبر أمر مقلق داخل الفيدرال الأمريكي، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يقف دون إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر ورفع أسعار الفائدة مرات أكثر، وأيضا يناسب السياسات المالية التي يتم اتباعها حاليا. هل خلينا نتحدث شوي عن أسواق الأسهم العالمية، هل فعلا الآن بدينا نشوف الشفت بيمشي من أسواق وول ستريت للأسواق الآسيوية بشكل أساسي؟ نيكي يغلق عند أعلى المستويات منذ نوفمبر 1991، كأنه بيتجه أيضا لتسجيل مستويات قياسية، هل فعلا حيكون الشفت هكذا؟ لأنه بدأنا نشوف بعض الهدوء يوم أمس، داو لأول مرة بيهدأ بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاعات وأيضا بداية عام جيدة. بلا شك هذه هي الإشارات التي نحصل عليها من عودة الأموال للأسواق الناشئة وبعد الارتفاعات القياسية التي قد شهدتها الأسواق الأمريكية، والآن بدأ التركيز بشكل أكبر. يعني نحن كان عندنا رفع لأسعار الفائدة خلال العام الماضي بالعدد الذي توقعه الفيدرال الأمريكي ووصولها إلى مستويات 1.5%، ومع ذلك الدولار الأمريكي متراجع أمام معظم نظرائه، أمام اليورو نزل تقريبا 1.4% ويستمر بالتراجع أمام معظم العملات الأخرى، بالتالي يوجد هناك شيفتنج أو تغيير بنظرة المستثمرين من الاقتصاد الأمريكي للاقتصادات الناشئة، وقد نشهد ذلك يتزايد خلال الفترة القادمة، لكن لا يمكن الحكم من أول شهر في العام، لم ينتهي حتى الشهر الأول. ماذا تراقب اليوم؟ حقيقة ننتظر بيانات مهمة على صعيد الأسواق الأمريكية خلال التعاملات هذا الأسبوع، وننظر إلى ثورة العملات الرقمية في الفترة الحالية، لعل الريبل كان هو سيد الموقف في الفترة الماضية، ولكن هي معلومات تجذب المستثمرين. الريبل امبارح نازل 20%، يعني الآن بدأ بالعودة مجددا، لكن الأسواق خلينا نقول تنتظر مزيد من مفردات الاقتصاد الجزئي، أرقام عن الاقتصاد، لعل الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة يوم الجمعة بانتظار بيانات التضخم. اليوم بنتوقع أيضا سماع أرقام معدل البطالة في منطقة اليورو، توقعات تشير إلى
8.7% بديسمبر. اليورو أيضا بحركة جيدة جدا، وبيانات الاقتصاد الأوروبي أو الكتلة العملة الموحدة تتحسن بشكل مضطرد، وحتى مستويات التضخم فيها رأينا بعض القراءات الإيجابية. طبعا تحسن سوق العمل دلالة وإشارة إيجابية على أنه ممكن يكون في عنا تحسن بباقي مفردات الاقتصاد وعلى رأسها التضخم المتراجع في أوروبا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.